في المنطقة الحرة، الاستثمار الحرة، هم اللي كانوا بيعرضوا قدام سيادة الرئيس كده. حضرتك ليه المنتخب للانتخابات كلها تمام، الاولمبي والبرلمان. انا شفت ما هو عرضه قدام سياده الرئيس في المنطقه الاستثماريه، المنطقه الحره في مدينه نصر. حضرتك في منتجات كمان حريمي تمام، يعني يا ريت حضرتك تاخدي فكره عن كله يا فندم، كله كل المنتج ده وصحتكم. لا بص يا حضرتك، يعني برضه في لمسه شياكه برضه كده. الكنز بقى دي حضرتك ب 1300 طبعا، لما تقيسيها مع المنتج الاجنبي هتجدي فرق كبير، ربع سعر ربع سعر يعني احنا عايزين حضرتك نديك هديه بسيطه. شوف حضرتك اختيار حضرتك ايه؟ انا هاجي مره بقى اختار. طب لا حضرتك بصي بس على البص، بصي حضرتك برضو دي صور حضرتك اللي هي فايبر، دي منها ثلاث مقاسات. وحضرتك الشنط يعني شنطه ب 450 جنيه، بصي حضرتك الكواليتي بتاعها عامل ازاي. بصي الكواليتي حضرتك بصي عليكي، الشنط برضو بتاعت الولاد بتاعت المدارس. حضرتك في كذا نوعية وكذا، برضو هنا جايبين حاجات برضو للمصايف. ثلاث ايام لو شلنا ده معليكي، وفي سايز صغير يمكن 5000 اللي هي بتاعت الشباب. لا خدوا الجزم بس البرلمبي الحمد لله بيزود في المعرض بتاع الرياض. اللي هو انت ولا مترا؟ لا يا فندم، مترا هو شريك معانا في هنا. لكن احنا يا فندم بنعمل المعرض بتاع الرياضه، وحضرتك وزاره التعاون الدولي هتفيدنا جدا في المعرض الرياضي ده تحت رعايه فخامه الرئيس. تمام. وبعدين المتحده يا فندم هي الاساس في الموضوع يعني. خلاص يبقى احنا مع المتحده يعني استاذنك نبعت جواب. لا لا خلاص يعني حضرتك بس يعني تمام ان شاء الله تدفعينا لقدام يعني ان شاء الله باذن الله. انا عارف ان حضرتك يعني انسانه نشيطه وربنا يبارك لك يعني. الله يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك.